بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون هذه الألعاب ربما كثير يذكر هذه الألعاب سبايدر سوليتير أو سوليتير وألف اللعب بها، ولكن هذه الألعاب اختفت بعد نظام ويندوز 7، لا تجدها في الأكسسوار أو غيرها، ولكن تم تحويلها في نظام ويندوز 8 وويندوز 10 إلى ويندوز ستور، متجر ويندوز ستور. يمكنك إيجاد تطبيقات الخاصة بها هناك واللعب عليها بطريقة سهلة وبسيطة وعادية. فاليوم أتيتكم بهذا الشرح لطريقة استعادتها وتنصيبها في ويندوز 10 أو 8، ولكن ليس تشجيعا لبعض الموظفين، ربما كما تشاهدون في هذه الصور موظفين يتركون وظائفهم ويلجؤون للعب هذه الألعاب وترك الزبائن ينتظرون، ليس تشجيعا لهؤلاء. ولكن في الأخير سأشرح لكم طريقة لمنع هذه الألعاب من الويندوز وإخفائها بشكل نهائي ومنع الوصول إليها. أولا لتنصيبها في الجهاز، تقوم بتحميل هذا البرنامج، تجده تحت الفيديو، حجمه حوالي 140 ميجا. عند تحميله تقوم بتنصيبه مباشرة، تضغط عليه مرتين فتظهر لك لديه لغات متعددة، فاختار أي لغة مثلا عربية ثم أوكي، ثم نكست. كما تشاهدون هذه الصور، صور ربما عند مشاهدتها تتذكر الألعاب وكل شيء عنها، ثم نكست سويفي أو التالي. في هذه الخانة تجد بعض، ربما يمكنك منع اختيار لعبة واحدة فقط أو جميعها كما تريد، ثم تضغط على تنصيب. أنا قمت منذ لحظات بتنصيبي على هذا الجهاز لغرض هذا الشرح. عند إكمال التنصيب تجدها تذهب إلى ستارت ديماري، ابدأ ثم تبحث في البرامج عن كلمة جيمز كما تشاهدون، فتجد قائمة بجميع هذه الألعاب التي قمت باختيارها وتنصيبها، ومنها أشهرها كما قلت سوليتير أو سبايدر سوليتير، ويمكنك البدء في لعبها بشكل عادي ونفس الألعاب. كما يمكنك مثل ما ذكرت في أول فيديو، يمكنك الذهاب إلى ويندوز ستور والبحث عنها وتنصيبها كذلك. هذا الشرح يخص عملية طريقة تنصيبها. الآن أريد منعها من الكمبيوتر. إن كنت تتحكم في جهاز الكمبيوتر، ربما في الإدارات هناك مدير للكمبيوتر أدمنستراتور، ويمكنك في ذلك المكان منع بعض البرامج من استعمالها لليوزر أو المستعملي الجهاز الكمبيوتر. فمثلا في ويندوز 7 تذهب بطريقة عادية إلى كنترول بانل، والذهاب البحث عن أيقونة إضافة وحذف البرامج حسب اللغة التي تستعملها، ثم في هذا المكان تذهب إلى هذا الخيار الثالث في هذه القائمة Functionality Windows بالفرنسية أو بالعربية مميزات أو ميزات الويندوز ميزة. في هذا المكان تجد قائمة بالميزات لداخل الويندوز، ومنها قائمة ميزة الألعاب Games أو جوي أو غير ذلك. كما يمكنك بمجرد نزع الاختيار عليها والضغط اوكي تختفي هذه الالعاب من قائمة ابداء واكسسوار. كما يمكنك منع بعض الخيارات مثل ويندوز انترنت اكسبلور 11، فربما يبطئ جهازك، يمكنك نزع الاختيار عنه والضغط على اوكي فيختفي من القائمة ومن الجهاز. خيارات كثيرة، ربما كل ميزة لديها عمل في الجهاز يمكنك الاطلاع عليها. إذن كان هذا الدرس الشرح البسيط لنهار اليوم. في الأخير إن لم تشترك في القناة
هذه القناة نسيم ديزاد، يمكنك البحث عنها في هذا المكان في الويندوز في اليوتيوب، ثم الاشتراك بالضغط على اشترك، ولا تنسى كذلك تفعيل خاصية الإشعارات من هنا، ثم أوكي حفظ. فأي فيديو أقوم بوضعه في قناتي يصلك إشعار لمشاهدة هذا الفيديو. في الأخير شكرا مرة أخرى للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.